إنه قدر الأبطال، يرحلون لكنهم يبقون فيما بيننا، لا يموتون فقط يرحلون، تاركين خلفهم إرثا من النضال والعطاءات والتضحيات يورثونه إلى أجيال تخلفهم وتخلد ذكراهم. إنه رمزي عيراني المناضل القوتي الذي قرر يوم حل حزبه واعتقل قائده ومئات من رفاقه ألا يتهرب من مسؤولياته، فواجه بالنضال السياسي السلمي والعمل النقابي والطالبي حتى الاستشهاد. أنا عرفت لرمزي قبل حل حزب القوة سنة 92 93 و94، عرفته كان بعده ناشط بكلية الهندسة بالجامعة اللبنانية، عرفته مع مكتب الديرة أو مكتب المصلحة، ما بتذكر مزبوط طبعا. فيما بعد بس خبروني المحامين كنت بالسجن عن استشهاده، أخذت شوية وقت وفجأة حضرت صوته بذهني وشفته تماما مثل ما كنت أعرفه، مثل ما بعدين تأكدت أنه هذا هو رمزي. استشهد بنفس التقليد يلي كتار منا استشهدوا قبله. نحن مؤسسة، نحن مجموعة حضرة له جذور كتير عميقة بالتاريخ، مشان هيك حتى بحياتنا ما بنبخل وقت اللي وطننا وتحقيق أهدافنا بيستدعي ذلك. رمزي عيراني من مواليد 1966 الحزميين، والده ألبير، والدته إيمي زبيك، أخاه نبيل وشقيقته نيلة، متزوج من جيسي خوري ولديه ولدان ياسمين وجاد. تخصص رمزي في الهندسة المدنية في الفرع الثاني في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، ومنذ كان طالبا انتسب إلى القوات اللبنانية قبل أن ينشط في العمل الطالبي ويتدرج في المسؤوليات ليتسلم مطلع التسعينيات منصب رئيس دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية. رمزي بنيت معه علاقة، وعلاقة بتصور علاقة مميزة، وكفينا الطريق لأنه أنا كمدير وكنقابي كنت ممثل كلية الهندسة برابطة الأساتذة في حينه، وعملنا وقت تحرك كبير للحفاظ على الفروع الثانية، وكنا نجتمع بالطلاب من كل الفئات السياسية اللي موجودة بالفروع الثانية وعلى رأسهم رمزي. بالحقيقة كان في انسجام وكان في تنسيق، ووقت اللي كنا نوقع بمشكلة أو بأي شغلة كنا نلتجي لرمزي، نحن كلجنة متابعة للأساتذة للفروع الثانية كنت شايف فيه مستقبل كبير، كان على الصعيد النقابي أو على الصعيد الوطني. ومع حل حزب القوات في العام 1994 واعتقال قائده الدكتور سمير جعجع، رفض رمزي القبول بالأمر الواقع فتابع نشاطه الطالبي وعاود جمع طلاب القوات وراح يبث فيهم روح المقاومة والنضال ضد أساليب القمع والاضطهاد التي كان يمارسها الجهاز الأمني السوري اللبناني المشترك. رمزي من صناع الحوار الذي قاد إلى المصالحة، ومن صناع المصالحة التي قادت إلى الاستقلال. رمزي كان أولا رقم صعب على المستوى الشبابي سواء في القوات أو على مستوى الحركة الشبابية، ورمزي كان صحيح قواتي ولكن كان منفتح، يعني كانت فكرة 14 أذار قبل أن يكون هناك 14 أذار، فكرة الشراكة، فكرة الموقف المشترك لتحقيق الاستقلال كانت راسخة في ذهنه، كان منفتح، كان حواري. رمزي كان من الشخصيات المحببة الطيبة التي ساعدت كثيرا وساهمت في تحفيز الحوار. وبفعل أن الحصاد كثير والفعل قليلون في مواسم الاضطهاد، تحمل رمزي مسؤوليات حزبية إضافية وبادر إلى إعادة إحياء العمل الحزبي القوتي في نقابة المهندسين في بيروت،
فتحلقت حوله مجموعة حزبية ومسيحية كبيرة، ما سمح له بإعادة فرض هيبة للمجموعة القوتية في النقابة. رمزي رفيق قديم عرفها لي سنة 98. قبل 98 كنت اسمع بشاب نشيط بمصلحة الطلاب ومين المهندسين وعندنا بالجامعة، كونه أنا وياه من زيت الجامعة. بال 98 عملنا أول معركة نحن وياه لرمزي ببلدية بيروت، كون المهندسين بالهوات قطاع المهندسين تولج الاي تي تبع هالمعركة، إنسان نموذجي مناضل من الطراز الأول، وقته مش لقله، عائلته مش لقله، دميته مش لقله، وهذا اللي أثبته عطول بنضال دائم ومستمر بحركة، يعني كأنه عندك 10 مناضلين من الطراز الأول مختصرين بشخص واحد. هكذا عرفت القوات اللبنانية أن تبني علاقات نقابية وطيدة، وتمكنت بفضل دماثة أخلاق رمزي وصلابته وحنكته من أن تصبح ثقلا وازنا داخل النقابة، حتى إن رمزي كان يحضر مع رفاقه يوم اختطافه لإقامة حفل تكريمي للنقيب سمير دومط بعد انتهاء ولايته الأولى كنقيب للمهندسين.